للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. أهلا بك محمد، ضعنا في آخر تطورات جلسة البرلمان، هل تم التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد للعمال؟ نعم، بالفعل بدأ مجلس النواب بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي بعد أن عقدت جلسة مجلس النواب بعد تأخير استمر لثلاث ساعات بسبب النصاب، وأيضا شهدت تأجيل لنصف ساعة كما هو المعتاد في كل جلسة. عقدت الجلسة بعد ثلاث ساعات وباشر مجلس النواب بعدها بالتصويت على هذا القانون المهم الذي تنتظره شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، ألا وهي الشريحة العاملة في القطاع الخاص. هذا القانون له أهمية بالغة، تحدث النواب عنه قبل بدء التصويت بأنه قانون له ثقله داخل المجلس النيابي وله ثقله في ما سيسهم به من تعزيز الاقتصاد العراقي وأيضا تمكين العاملين في القطاع الخاص. لما له من أهمية، خصص جدول أعمال لجلسة كاملة فقط لهذا القانون، أيضا مواد كثيرة جدا تحتاج إلى وقت طويل للقراءة والتصويت بعدها، لذلك خصص جدول أعمال جلسة هذا اليوم بقانون واحد. إلى الآن المجلس مستمر بالتصويت وجميع النواب الآن داخل القاعة المتخصصة الخاصة بعقد الجلسات، وكما تسمعون كما هو واضح هدوء تام، النصاب مستمر والجلسة إلى الآن مستمرة، التصويت على قانون سيسهم كما تحدث المختصون وكما تحدث أعضاء مجلس النواب سيسهم بدرجة كبيرة من التخفيف على الضغط من المطالبة بالتعيين على الدوائر الحكومية والوزارات الحكومية. هذا القانون سيسهم في تعزيز مكانة العاملين في القطاع الخاص من خلال تثبيت راتب ضمان صحي وأيضا تقاعد مستمر مدى الحياة للعاملين في القطاع الخاص، بالتالي لن يرغب العاملون في هذا القطاع بالذهاب إلى العمل الحكومي حينما يجدون أنفسهم أمام امتيازات متشابهة مع العمل الحكومي، بالتالي سيخفف من عبء التعيينات والضغط على التعيينات والإحراجات التي تحدثها هذه الضغوط على الموازنة الاتحادية. قانون سيمرر اليوم بالفعل والجميع متفق على تمريره، ولا توجد هنالك أي مشاكل لربما تسهم في تعطيله أو عدم إقراره. لربما أيضا هنالك أحاديث بأن كثرة القوانين والمواد الدستورية قد تتسبب بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى يوم غد والتصويت يوم غد، ويعني أصداء أخرى تتحدث بأن القانون سينتهي اليوم حتى وإن استمرت الجلسة إلى ساعات متأخرة من المساء. نعم محمد، ما هي الأصداء من داخل مجلس النواب ومن داخل البرلمان فيما يخص قانون الموازنة؟ هل لا زال النقاش يدور حول ذلك؟ قانون الموازنة حينما نتحدث مع اللجنة المالية يبينون بأن اللجنة تحتاج إلى وقت أطول من الذي حدده تحالف إدارة الدولة في اجتماع الأخير الذي عقد مساء الأربعاء، الذين أكدوا من خلال هذا الاجتماع أن الموازنة سيتم التصويت عليها في منتصف الشهر الحالي، لكن اللجنة المالية تتحدث عن حاجتها لوقت أطول ولوقت أبعد بسبب الحاجة أيضا إلى استضافات أكثر. إلى الآن هي مستمرة باجتماعاتها ومناقشتها لهذا القانون. حينما نسأل أيضا نواب ضمن تحالف إدارة الدولة يؤكدون على أن الوقت إن استمر أو إن مدد إلى فترة أبعد فهذا لن يؤثر ما دام هذا التأخير بصالح إعداد الموازنة بالصورة المطلوبة. إذن الجميع متفق على أن تكون الموازنة بالنضج الكافي حتى وإن تأخرت قليلا، لكنهم يؤكدون في ذات الوقت أنها ستنجز في الشهر الحالي وإن كان في نهايته. بالتالي الاتفاق على تمرير قانون الموازنة وإن كان التأخير لمدة أيام، واللجنة المالية تؤكد على ضرورة أن تكون الاجتماعات على قدم وساق حتى ينضج القانون بالشكل الكافي. هنالك الكثير من الدوائر أيضا تحتاج اللجنة إلى استضافتها، وأيضا يبحثون عن إمكانية ضغط الموازنة وضغط النفقات فيها. نعم يعني محمد، أيضا هنالك نقطة لربما نعم. من المهم التنويه إليها ما يخص
نسبة المحافظات ونسبة الأموال التي ستسهم في رفع المستوى الخدمي، هذا سيكون ضمن المناقلات. أيضا تحدثوا عن مناقلات طفيفة لربما ستحدث في الموازنة الاتحادية. طيب محمد، فيما يتعلق بالخلافات الموجودة بين الكتل وآخرها الخلاف بخصوص المحافظات المنتجة للنفط، هل هذا يعني أن هناك تأخير سيحصل في الموازنة؟ هذا الموضوع بالتحديد هو لما خصص للمحافظات من ميزانية الدولة والتي حددت لها 2.5 تريليون، هذا المبلغ وصفه نواب المحافظات بأنه قليل جدا، لا يلبي حاجات المواطنين من الخدمة التي يجب أن تتوفر لهم في تلك المحافظات. اللجنة المالية تؤكد على أنها تسير باتجاه عمل مناقلات داخل الموازنة كما هي في صلاحية اللجنة وصلاحية المجلس، ضمن صلاحية اللجنة وصلاحية المجلس عمل المناقلات في محاولة أيضا لرفع القيمة المرسومة لهذه المحافظات. بالتالي اللجنة المالية في عملها الحالي تبحث في هذا الموضوع، وهو قد لا يكون سببا في أن تكون الموازنة أو تصوت على الموازنة في وقت أبعد من الشهر الحالي. كل التأكيدات تشير على أن الموازنة ستنتهي خلال هذا الشهر، لكن قد يكون في أيامه الأخيرة كما أشارت رئاسة المجلس من خلال تمديد الفصل التشريعي. تمديد الفصل التشريعي يؤشر إلى أن هنالك مشاكل إلى الآن لم تعالج، ويحتاج المجلس واللجنة المختصة لوقت أطول. بالتالي أوصت بمرونة وقررت كما هي في صلاحيات النظام الداخلي أن تكون هنالك مرونة في وقت إنهاء العطلة التشريعية إلى وقت إنجاز الموازنة، وهذا الأمر قانوني بالفعل، ويدل على أن الموازنة إلى الآن فيها أجزاء من الأمور التي لم تحل، وستسعى اللجنة المالية لحلها في هذه الفترة بالتأكيد. نعم محمد، يعني لقربك من البرلمان، ماذا يقول البرلمانيون بخصوص قانون سلم الرواتب؟ هذا الموضوع له من الأهمية التي تحدث فيها مجلس النواب، وأكد عدد من النواب أن القانون إلى الآن لم ينضج في مجلس الوزراء حتى يصوت عليه في مجلس الوزراء ويرفع إلى مجلس النواب. هنالك وقت طويل، يتحدثون عن وقت طويل حتى يكون هنالك إنضاج لهذا القانون في مجلس الوزراء، ومن ثم التصويت عليه في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب. هنالك مراحل بعيدة أو طويلة جدا، لن يتمكن المجلس من احتساب ما قد يقره مجلس الوزراء من سلم رواتب في الموازنة الحالية. أما الموازنات للسنوات السابقة فهي تعتمد على ما موجود في قانون الموازنة من بنود ونصوص، إن كانت هنالك نصوص وبنود تمنح الموازنة أو تمنح البرلمان المرونة الكافية للتحكم في موضوع احتساب الرواتب. فسيكون هذا بعد الموازنة للعام الحالي. الموازنة للعام الحالي هي محتسبة على ما هو مقر للسنوات السابقة من سلم رواتب. نواب أيضا أكدوا على أن الموازنة للسنوات الثلاث، عدد من النواب بأحاديث جانبية أن الموازنة لثلاث سنوات ستكون على سلم الرواتب القديم، وهذا يؤشر على أن الوقت طويل جدا قبل أن يصلهم القانون من مجلس الوزراء. مجلس الوزراء كما ذكرت إلى الآن لم يبحث هذا الموضوع بنية التصويت، وهو إلى الآن يدرس هذا القانون. بالتالي رغم أهميته لكنه يحتاج إلى وقت طويل جدا حتى يتم البت في أمره. نعم محمد فراس مراسلنا من داخل البرلمان، شكرا جزيلا لك.